معنا عالية من المنصورة. الو، اهلا وسهلا فندم. ازيك يا مدام رجاء؟ الحمد لله. ازي الدكتور؟ اهلا بيك. إيه لو سمحت، هو انا مخطوبه إيه بس عندي مشكله مع خطيبي كبيره جدا، اللي هي الشك. شك الشك بيشك فيا جامد. هو ايوه، من غير اي اسباب. إيه يعني في حاجات ما ينفعش اصلا ان الواحد يشك فيها. إيه يعني ما اجي البس، لا ما تلبسيش كذا. إيه ادخل على الفيسبوك، لازم ادخل باسم ولد، البروفايل بتاعي يبقى ولد. إيه ما تكلميش دي، ما تروحيش هنا. ساعدني جدا بالحكايه دي، بالرغم ان انا وهو مخطوبين عن قصه حب كبيره. يعني بقالكوا قد ايه مخطوبين؟ بقالنا حوالي 2 سنين، بس انا كنت يعني بحبه قبلها وكده، وجاء المفروض خطبني هتتجوزوا امتى؟ يعني السنه الجايه كده، الصيف يعني الجاي. قدامكوا سنة. حاضر، هرد عليك. انا عايز اسأل علياء، تليفونك ايا ما كان نوعه وهو في ايدك، وارد ان هو يهنج، وارد ان انت بتحملي عليه برامج كتير يحصل فيه مشاكل. الطبيعي جدا ان في وقت معين انا بقرر اخد تليفوني واروح بيه التوكيل. لو سمحتوا افحصوهولي، اعملولي ابديتنج ليه، خلوه في حاله كويسه. لما باخده من التوكيل ده مؤكد باخده في احسن حال، واداؤه افضل اداء، وقدرته على ان هو يعني في احسن وضع. زي ما بتصيني توكيلك، صيني نفسك ونفس خطيبك. احنا المعالجين النفسيين، توكيل البني ادمين. خدي خطوه وروحي التوكيل قبل ما تتدبسي في خطوات انت ممكن ما تعرفيش تخرجي منها فيما بعد. اصلاح حالك واصلاح حاله مرتبط بان انتوا الاثنين يحصل لكم ابديتنج لمشاعركم والمعلوماتكم في المرحله اللي قبل الجواز. بالظبط. عملنا كتير جدا من الدراسات هنا في مصر، 30 حاله السنه اللي فاتت خضعوا لكورس قبل الزواج وهم مخطوبين، و30 حاله تابعناهم واتجوزوا في وقت قصير بدون ما يخضعوا لهذا الكورس. ال 30 حاله عايشين حياتهم بشكل كويس جدا، الاولانيين، ال 30 التانيين نسبه الطلاق فيهم وصلت لـ9 حالات في السنه الاولى من الجواز.